يا أولي شنين جعلاته وبعدين يا كاغكل سوني بدن الذي له كل سوناته إلهي كو أرزقي في بطن أمك بيان هدا كو أرزقين مسألة الرزق باول ولدتك كرد أنت بدن الرازق هو الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ثم إذا ما قال إلهي مركو إذن لها الله وحير وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الرزاق هو الله إلهي باكو أرزقاه مركا إنا إلهي كوكال سونات سبحانه يقين دبا يقين دبا إن قلبك أتكهشو أن قاضي الحاجات هو الله حاجاتك كنكو قذي إنو إلهي ياهي وحكليه لك هربا إن هذا إلهي يسبهم به سو أو يسكن مسكين سو أو إلهي وعبته مركو ربك أنه غشي كين يو دعاء الأنبياء سيد زكريا كله محله غجيدا هذا كبر يا ربك سياد وحبر ذو ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نبي ربي يسبو دواقي نداء خفيا ومسكين كوح لهم يقال نداء خفيا وخشوع كجره يسبهم بهن بربك أن أدواقي ومحو كيري ربي إني وهن العظم مني لفيه بائجي العي لفتي بائجي العي ومخفو مركو قبوبو واشتعل الرأس شيبا وعرري وي ولم أكن بدعائك رب شقيا وأسلوب الدعاء لرب العالمين إلهي وكبري زكريا سائق يري بكله أمحو يري لفتي بها يجل عذي تمهي بوائع دعذين وقبوبي دعاهانك دعي اجتهد كهرنا كمهوغن وكمهنقوبن لكن ما أنت أرن عرس بهم وتاوي وإني خفت الموالي من ورائي وحالي زكريا عليه السلام والول كيس أووين الملاءان تماهين الماء ما أوقفانه أما أدوية وكسبة وحي هدين تدين تي عد حمبار لهيد بان هين بوليهم كبقيا وكانت امرأتي عاقرا في إلهي الله إنه أشيغ ميوبهن يهي سو إلهي موغا إنه لفيه سي جلعين أو تمهي سي عدادين أو إسلام تيسو أي مدليستها وحمدلين انت بقى يسقو ربي اوك ايو هذا نوع عبنا يا وليه اله ساجرت اله لفيه باي جلعي اله تبيه باسدان النغضي اله يو حاسك يونا ومدلين انت سو جرت ايان هذا نكو يدي سنيا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا جواب تبعي نقطي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى بانكو بشارينينا ويل يحيى اللي يرى يحيى لو بحي سيدة شاذا اللي بويل كيسو يحيى لو بحي لم نجعل له من قبل سميا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا هذا عيسى عيسى كنت عيسني أيا بشرية ذي كقال ابن قطو يا بيو يري أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا موانع لي مستحيل ككدغي إنو المدلو هر إله هردغي وإله سائل مكوهلا وابن قبوبي سلام تيدو وابن مدليس محالو جوابي قال كذلك قال ربك سدا سويري وربك محويري هو علي هين أني قوائي فضوتي هاي مركا أديك وحالك الربا إلهي مركا تبري يسد إن هذا أرنتها صوص لقته إله أرنتها إذا أذقتها إله مشكلة إذا وينتها إله أعبه أشاكه أشاكه أرنتها هو أشاكه هذا كل جاء أولي بقيام الليل تكذي هو وقت يعني الخلوة مع الله أيتها ربك أعبه أشاكه أرنتها هذا أدوى ذاتنا إله أرنتها إذا وينتها لكن هو علي هاي وحكى السادقة هاي من بكوية كلامك عطاء عطاؤك كلام وعذابك كلام
كن للشيء فهو كائن بعد ورانا إشاء إلى هو أرنت أي شيء إلى هو مشى كذا غاقم مايو إلى آد أرنت أي شيء شو كم من عباد الله بإله نوغ شكي إمي سور ربي قان إسكين بريا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وحن وفى إلي سنيا واختي قوى إسكسو كوبيا هي سيدا لأيقبتي ما أنت أرنت غزك بعيسى فلسطين في العموم خاصة غزة بلد العزة أرنت كدا عيسى ميين كنت سنين منتهى اليقين على الله مركز دعاء النبي أوليه ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا سو ميدان أرك سو ميدان أرك ريردن أو قال أن أي بمبانة دي أنتي كسي دايين عندما أنك هارين أو إسلامتي كلي أنتي سوها داي أي ليدها اللهم لك الحمد وهون علي مصائب الدنيا وي هون علي كبر يارو رير كذي يردن أي بابين أو يدين اللقطة قوضي أي هلو في فيديو لك صدوبي أول قول أي ليدها هي وهتهو يرتو يرهد وحي ليدها الحمد لله الحمد لله إله باكم مات ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وي كو مدخل وحالي أقوى جيش جيش كان وحوك بضن وعتاد بضن وسلاح بضن وأود بضن ماشا قال هذا وين يكو أبورتين بماشا جوغي وصهاينة المجرمين ليلة لمن كاس صاحب اليقين المتوكلين على الله ميك عبسدين ما ينك يا ابو عبيده وحكيري وابيدين سوغينا بفارغ الصبر بابين كسوغينا هل مر نوغ سو دغ بس دي عرضها انا ساسارنتي هل مر دولك لا ما ذا وحا غارين واركت ما انت اي وحا كسوده يا خزي غا ودم بين دونا على يقين بان لنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله إلهي ما هو جني في أذاس في سبيل الله أدق الله ما يسا إلا أدق الله ما يسا أعداء أعداء الله إلا أدق الله ما يسا قالوا أننا يسوقوا تميد أقوى قوة الشر أو إذن أي أصوهي ليين لكن يقو حليهن معنا الله إلهي عدو لجرنا إذكا أدكان كانت مالي أرنت أن أرن عصوب ماها وأرنت دينت أنه أي كسوفا فتوي من لا سعطان إسلام كان لقول شيء دين ده إسلام كبا وحافاصل أؤها أو فصل كلا ساري بين الحق والباطل إسلام كان إنه إسلام يهي هرقلي يوم بدر باهي وما لنتي بدر ما لنتي بدر هرتفيري إلهي القرآن كي يسوي آخرنا يا أصحاب النبي نبي محمد هو آخرنا يا وأنا يقين سيهين هدي أوضون إلهي جل جلاله قال هذا يقو ميشو ذي اسكت جوغ جوغة إنو وضباب إيو بصيحة واحدة أما طوفان كسرقو أما دول كاللقو لكن إلهي ميالين قرآن كان إلهي وأنه بشاري ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض صدح بقول يا صدح يتمنن وان دقال كتل قلين أو أسعدي قول السفر أهو قريش أه أو كتكتي شام ومكة أسعطة وأبو سفيان وهو قامني إن يتحدى أقلان أو يقب قبتان وأبو أفرت النيني بي أصبحين عير قريش وافكتي بوسكودي وحايمد كن أو مدجج بالسلاحة أو ديار دقالوا أه إيه صدح بقول إيه صدح يتمنون دقال بكوتي لقلين موقت النبي دقال كومت دقال إيه قال لا كل ما يا قريش لقومت لقلين ولي بس إذا أي جعلين الرغبة ذا إلا إن إلهي ومطلع بما في القلوب وحي جعلين وقلبي ذا كجري يسقون إلهي كلا سار نبي محمد يا أصحاب تيسا إن أي هلان عير قريش إما إن الربن قال ذاس هبك هي ستا إذا قال كوسوت على قلين إلا كل مال لكن إلهي بس إذا دوني وأكو ربي قال لي هي وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين إلهي وإذ يبوها وإذ بلن قاضي لبدا مد انو ادين كغولين دونو
وتودون أجعشه إن أنتم يا مسلمين دينا أن غير ذات الشوكة تكون لكم تائنا ذهاتو أسسها لأذوق القبطان. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. جيش كايسقى وحبا مساكين أن وحبها يسنن لبا فرس دور بعير حتى نبي إيه صدحنن لبنن أيا وحي تعاقب وحي محن أوروكا أف سومالي وأف سومالي وأنت مالهم كم قبان ريبو بنا قتقي بي يا إسكوب بدل يان يعني. إسكوب بدل نواس كعفر بي ميت كلاه جرت والله استعماله يا وهي هذه دين ما مغلى لك هو يفهم بيسين يعني النبي قفول عليه الصلاة والسلام ساعد ما لها سوسعون إياه وكدقي كي كلا بدل إياه ساعد بوسعون إياه وكدقي صدح بهاين مركي اللي يمد مركي النبي وكدق لها أي اللي بدي إنه وحيقول لهن يا رسول الله هذا هو إسكسارنا أنا جا كاسو عنا إنه بدل كاجا أنا جا كاسو عنا إنه والكاسو النبي وحكويري لا مايا ما أنتما بأقوى مني على المشي وما أنا بأغنى عنكم من الأجر إذنكو إيجا محوك بدني حق سعودكم مرك الليلة أنا هنا إذن كما ديقصوني أجر مرك الليلة وأجر كاد ربطان معنا أنا الرواء عيدا كايسقاء النبي قتل مامي إني قاجي سيهين مركو إلهي بري اللهم إنهم جياع وقاجي سيهين فأطعمهم وعرات وقويين ودرم هايستاني فكسهم وحفاة وكبلائهين فحملهم وحي فلان له سي عيدا كنوع عاسا أيا كنكي قريش سناديد وذاها ee ku toodsoo tala galay jabiyay oo meeshii waxa ka dhacday ballantii ilaahay hore u qaaday sayuhu jamul jam'u wa yuwalluna dubur ilaahay aktiisa miizanul quwa kana kan ka xoog badan ma taalo ilaahay aktiisa waxa yaala man kana ma'ahu fallahu yansuruhu ilaahay cidii la jirta ilaahay baa u gargaaraya ilaahay cidii aan la jirinna alla jabinaaya ilaahay baa yiri xataa malaa'igta markuu yowma badrin uu soo dejinayay إني مسلمين تأكل ميان أو صفك مسلمين تقالان وقال هذا لدى قال لمان إلهي والله هذا أنت إن عركك سود قد إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم إلهك بالله أنا إذ لجرة يعني ملائكة هو وين جبريل كم دي هاي هدو هل قرب وفلا كلف ديوه مشرقا ومغربا نسخبناي جبريل لحب قلو قرب كما في صحيح البخاري نبي وحي روحان أركي جبريل عليه السلام ليلة أسري بي وحليه اللي حب قلوا قربوا هل قرب هدو فيديو مشرقا ومغربا قرحة ما يشي كسو بحد ما يشي ودع دوس قبنية هل مر هدو قيليان دوت كدول كجو قدم بباب انكرا جبريل أي ملائكة مدحوها إلهي محكويري أنا إذن لجرى أنا معينا إني معكم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان وتن ما انت ان رجيني لوي في اذا ير اي ادون كنا نشوفو تغي اي قال لي سبحان الله وكان القران نزل اليوم حال سوره المائده مركان اخرجنين يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى ولي وذيني ولي جلابوا الى شيء يهود يا نصارى اني ولا سعدان صهاينة اليهود وصهاينة النصارى إن يولي قد ما سعدان بإله الكاتل المامية لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء صهاينة اليهود وصهاينة النصارى ومجرمي الحرب أو إذل أو شتري أولي بل للأسف الشديد هو أف عربي كو هضلايا ومن جنس العربية أو يقون قلبك صهاينة كأي لجران أو أي حصار قليين أو يقوذوميين أو الباب ذي كحدين أو يعنتذي يبيه يداوذي يكرنتذي من أوديدين أيا مع هذا بعد ساعة والبا واحد مغليسا شن لح أسكري با أو قال ذي بيدلين وقوة الحقيقة كانين أودة الحقيقة كانين أولي بحصارك يقوذونك تضبية توانسانو سو سعودي تضبية توانسانو أي قوذونك كجرين مركا إلهي آيات بونا تسيا في زمننا هذا أنت أنا كبه الدنبا إلا وحي هر الأغري جريك تاريخ
ayaa maanta marka maxaa la noo baahan yahay anoo warka soo gabagabeynaya adigaaga muslimka ahee muuminka ahee waxa la rabaa in horta ilaahay qalbigaaga uu ka arko hiil aad u helinayso walaalahaaga muslimiinta ihtiraanyo iyo xusni dadka lagumaadayana ilaahay inuu qalbigaaga ka arko duco iyo baryo inaad ilaahay barido subxaanahu watacaala aad u baryayso in ilaahay subxaanahu watacaala guuleeyo gaaladana in shaa allahu jabkoodii ay ta noqoto oo dib dambe aan kiyaankaas mutashadrimka ah ee ma garanaysaa shudaada alafaaqa ee adduunka laga soo ururiyey ee dadkaas muslimiinta ah waddankoodii la dejiyo waddan laga dhigay loodan looga dhigay waxay ku leeyihiin annaga horay ulahay xaggeed horay xaggee horay uga lahaydeen haddaad leedihiin nebi ibraahim baana dhalay dee carabna nebi ibraahim baa dhalay hadduu idinku isxaaq idin dhalay dee carabna ismaaciil baa dhalay xaggee u socotaan marka maya waxaa lagu leeyahay annaga halkan iskale waxa weeye idinku waa inaad aad weligiinba laajiyin aad ahaataan laakiin ilaahay saa ma odhanin wabiidn illaahi tacaala almasjid alaqsaa thaaliu lxarameyni xarameynka kan saddexeeya ee qiblatu lmuslimiin ahaa markii hore intaan maka loo wareejinin ee masraa nabiyina muxamed sala allahu calayhi wasalam iyo meeshii nebigeenna uu kula kulmay ambiyadii oo dhan oo imaam ugu noqday waa imaamulmursaliina ee halkaa laga dheelmiyey ee cirka dushiisa ilaa uu rabbigii la kulmay subxaanahu watacaala waa meesha uu rabbigeen leeyahay subxaanahu jala jalaaluhu subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlahu linuriyahu min aayaatina innahu huwa alcasiizu alraxiim waxaan ilaahay ka baryaynaa masjidkaas oo muxarara laysa taxta alyahuudi oo muxarara oo lilmuslimiina muxararu ah oo raayatu ahli laa ilaaha ila allahu ay ka dulbildanayso inaynu ku tukanaan ilaahay ka rajaynaynaa biidni illaahi tacaala ilaahay waxbana kuma aha waana dhowdahay allahuma inaa nas'aluka ridaaka waljanna wanacuudu bika min sakhatika waalnaar allahuma yaa ghiyaaha almustaghiithiin walmufarrija can ilmakruubiin walmurawixa can ilmaghmuumiin mujiiba dacwati ilmudariin kaashifa alkarbi yaa rabb alcaalamiin نسألك يا الله أن تغيث إخواننا في أهل غزة وفي فلسطين اللهم أغذهم بغياثك اللهم انصرهم بنصرك اللهم أطعمهم من الجوع اللهم أمنهم من الخوف اللهم صبرهم وثبتهم يا رب العالمين اللهم قوي عزائم إخواننا المجاهدين اللهم قوي عزائمهم يا رب العالمين اللهم اهدهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم عليك بالصهاينة المجرمين اللهم اخسف بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم اللهم شتت شملهم اللهم فرغ جمعهم اللهم ألق في قلوبهم الرعب واجعلهم كأسلافهم فريقا يقتلون وفريقا يؤسرون يا رب العالمين واجعلهم سلاحهم وأموالهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين اللهم حرر المسجد الأقصى من براثن الكافرين اللهم حرره من براثن المجرمين اللهم طهره من دنس الكافرين اللهم أعده إلى حظيرة أهل الإسلام والمسلمين اللهم اهد أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين دعاء الله أنك أقبله walaalaheen inta meeshay isugu timid oo muraadyadooda allah wada siiyo hooyo walba ilmaheeda allah u hagaajiyo tii aan ilmo dhalinna ilmo wanaagsan allaha siiyo tii aan guursanin allaha u guuriyo wiilasheeda sidoo kale guur wanaagsan allaha siiyo ubad wanaagsan oo saalixiina allaha siiyo ubadka allah noo hagaajiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa rag iyo dumarba allahna wada islaaxiyo quluubteenna quluub ilaahay jecel allah ka dhigo إلهي أدونك يا آخر ذبا وحن ويديسنينا رحمة وإحسانا لله نسيو إلهي وحن كبر يينا دتك أولا لهينا إن إلهي لبعت ذا كدو الغاضو ودنك إن إلهي نبت قلي الله كدقو نبت قلي الله كدقو قرح يا قح يا قحوتك يا قاتك يا بل يا باسو يدلب الله كدو الغاضو إلهي سبحانه وتعالى أمة صالحة مسلمة الله كدقو ولا لهينا انت بكت الله عافيو انت بكت الله نعافيو انت بكت الله نعافيو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بأنه إلهي كبر يينا إلهي ودودك ولا لهنا بك إلهي وعافي
إله أنت بكتا أهل كين يدد كين يقرابة ذن يولا لهين عذر أذك أو أذكوا أين وحبك قبل كين وكل دعي إله وكعافي إله وكعافي إله وكعافي إله أنت أسوا مسلمين أو أنت كوتا كتي إله يوم أنكوا بريينا إله نقابل إله دعاء نقابل إله نوذهنوني إله طاعدا نجوه جاجي إله جنة نجي إله نار تنقبت بادي اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.